بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب مهندس موقع ملاحظات سريعة وهامة عن نجارة القواعد العادية. توقيع القواعد بتحقيق المسافات البينية. يتم توقيع القواعد العادية بتحقيق المسافات البينية لتسهيل وسرعة التوقيع، ثم يتم المراجعة على التوقيع بميزان الزومبا ومحاور الريكو. حضرتك دلوقتي واحنا في الموقع، لو شدينا كل الخيط اللي موجود في الموقع بتاع المحاور وجينا نوقع القواعد في أماكنها، هنلاقي إن الحركة أصبحت صعبة في الموقع ومش قادرين نتحرك بسهولة، وإن إحنا بنبذل وقت وجهد أكبر. عشان كده بيبقى فيه ترتيب في الشغل عشان يسهل الشغل والتنفيذ. فبنعمل إيه؟ كل الموضوع ببساطة إن إحنا بنبدأ نوقع الأربع قواعد اللي موجودين على الأركان عن طريق المحاور، يعني بنشد الخيط بتاع الأربع محاور الرئيسيين فقط، اللي هما أول محور على اليمين وآخر محور على الشمال، وأول محور فوق وآخر محور تحت. لما بنوقع الأربع محاور الرئيسية دول بنوقع عليهم الأربع قواعد الموجودين في الأركان. بعد كده نبدأ نوقع القواعد اللي موجودين على الدار بتاع المبنى عن طريق المسافة البينية ما بين القاعدة والقاعدة اللي قبلها، القاعدة والقاعدة اللي قبلها. وبعد كده نبدأ نجيب القواعد اللي في المنتصف عن طريق المسافات البينية ما بين القاعدة اللي موجودة والقاعدة اللي جنبيها يمين والقاعدة اللي جنبيها شمال والقاعدة اللي فوقيها والقاعدة اللي تحتها. المسافات البينية دي بتخليني أقدر أتحرك في الموقع بسرعة وما تخلينيش أحتاج الخيط كله، يعني بشد بس الاربع خيطان اللي موجودين على الداير بتاع المبنى. بعد كده ابدا اوقع كل القواعد بالمتر، والمتر دوت المسافات البينيه بتخليني اتاكد عن اتجاه القاعده، لان لو اتجاه القاعده اتغير يبقى المسافه البينيه ما بين القواعد بتتغير، فلو المسافات البينيه سليمه يبقى اتجاه القواعد سليم. طيب التوقيع بالمتر ما هوش دقيق ولكن سريع، فبستخدمه في البدايه عشان احقق السرعه في التوقيع، وبعد كده بلغي موضوع الاستلام بالمتر دوت، وببدأ استلم على المسمار بتاع المحور اللي موجود اسفل الخيط. نلاحظ هنا ان في خيط ونلاحظ هنا ان في مسمار، فابدأ اجيب ميزان الزومبا وابدأ استلم ان المسمار تحت الخيط بالظبط بطريقة ميزان الزومبا. فبنستخدم المسافات البينية للسرعة وليس للدقة. المهندس الاستشاري لما بيروح يستلم لازم يستلم على الخيط، ولو حب يستلم المسافات البينية يستلم براحته، لكن الاستلام الرئيسي اللي لازم يستلمه هو الاستلام على الخيط بتاع الرجل. بشكر حضراتكم وأسألكم الدعاء لي ولأبي ولأمي، وجزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.